إنه الرقم 19، رقم يرمز لنار جهنم وعذاب الله تعالى لكل من يرفض هذه الرسالة الإلهية. لقد أنبأ القرآن أن عدد خزنة النار هم 19، قال تعالى في سورة المدثر عليها 19. فالرقم 19 هو أول رقم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما جعلنا عدتهم، أي عددهم 19، إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. السؤال، كيف يمكن للعدد 19 أن يكون وسيلة لزيادة اليقين عند أهل الكتاب ووسيلة لزيادة الإيمان عند المؤمنين؟ والسؤال الأهم، ما علاقة الرقم 19 بأهل الكتاب تحديدا؟ لكي نعرف الجواب دعونا نفتح القرآن الكريم على السورة رقم 19. الغريب أننا نجد سورة تتعلق مباشرة بأهل الكتاب، إنها سورة مريم عليها السلام. ولكن السؤال من جديد، ما علاقة الرقم 19 بسورة مريم؟ وكيف يمكن لهذا الرقم أن يكون معجزة تدعو بنفس الوقت لليقين والإيمان؟ هل تعلمون أن الرقم 19 له حضور قوي في أول آية في القرآن الكريم، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، التي تتألف من 19 حرفا؟ الرقم 19 له حضور في عدد سور القرآن 114، وهذا العدد من مضاعفات الرقم 19. 114 يساوي 19 مضروبا في 6. الأغرب من ذلك أن الرقم 19 له حضور قوي مع أول سورة نزلت من القرآن الكريم. دعوني أتأمل معكم الحقائق المذهلة في أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة العلق. عدد آيات سورة العلق بالضبط 19 آية. عدد كلمات سورة العلق 76 كلمة، أي من مضاعفات العدد 19، 76 يساوي 19 مضروبا في 4. الغريب أن عدد حروف سورة العلق 285 حرفا، أي 19 مضروبا في 15. إذن أصبح لدينا عدد آيات السورة 19، عدد كلماتها من مضاعفات 19، عدد حروفها من مضاعفات 19. ولكن هناك مفاجأة مذهلة بالفعل. نحن نعلم أن أي نص من نصوص اللغة يتميز برقمين، عدد الكلمات وعدد الحروف. المفاجأة المحيرة أن مجموع كلمات وحروف سورة العلق، يعني 76 زائد 285 يساوي بالضبط 361، وهذا العدد يساوي تماما 19 مضروبا في 19. سبحان الله، هذه رسالة الرقم 19 للبشر جميعا في أول سورة نزلت من كتاب الله تبارك وتعالى. أول نص نزل من القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، يتألف من 76 حرفا، أي 19 مضروبا في 4. إذن الرقم 19 له حضور مع أول نص نزل من هذا الكتاب العظيم.
الله تعالى يقول عليها 19. هذا الرقم أين وضعه الله في سورة المدثر؟ هل وضعه عشوائيا أم هناك نظام معجز؟ لو قمنا بعد الحروف من بداية سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، حتى نصل إلى كلمة عليها، آخر حرف في كلمة عليها رقمه 361، أي 19 في 19 ثم يأتي الرقم 19. سبحان الله، يعني العدد 19 وضعه الله، يعني بعد 19 في 19 حرفا جاء العدد 19. هناك نظام عجيب لبسم الله الرحمن الرحيم، فهذه الآية تكررت 114 مرة، أي 19 مضروبا في 6. ولكن هناك سورة اسمها سورة التوبة لا يوجد فيها بسملة. إذا بحثنا في القرآن نجد أن هناك سورة اسمها سورة النمل يوجد بسملة في أولها وبسملة في الآية 30. قال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فيعود عدد البسملات 114 بسملة في القرآن، وهذا العدد من مضاعفات الرقم 19. ولكن العجيب أن عدد السور من سورة التوبة التي ليس فيها بسملة إلى سورة النمل التي فيها بسملتين، عدد السور بالضبط 19 سورة. سبحان الله.